الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي ويوجه بالعمل على رفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية والتأهل لأولمبياد باريس ويشيد بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب. مع تواصل الغارات على أنحاء غزة، المقاومة تكبد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر في المعدات والأخيرة تسحب كتيبة جديدة من معارك القطاع. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تفعيل مبادرة بنك المعرفة المصري بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي، وجه السيد الرئيس باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أوضح أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض السيد وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق. كما اطلع السيد الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المضطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار. واطلع السيد الرئيس كذلك على تطورات تفعيل مبادرة تحالف وتنمية التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة لوضع خطط تنموية نابعة من كل إقليم ومحافظة تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية. وقد خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ 1 مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة. كما شهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر. وقد تطرق الاجتماع أيضا إلى جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعدادها وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة، حيث تم استعراض ميزانية المستشفيات الجامعية التي ارتفعت 3 أضعاف خلال الأعوام 10 الأخيرة لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية. كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميا وعالميا، وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة 9 في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل لأولمبياد باريس 2024. وأكد متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي أشاد بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت قيادة المتميزة للجهاز الفني،
حيث أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجا للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد شهد فعالية ختام النسخة 26 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2024 والتي استضافتها مصر، حيث قام رئيس مجلس الوزراء في ختام فعاليات حفل النسخة 26 من البطولة بتسليم كأس البطولة إلى المنتخب المصري الفائز بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لليد للرجال 2024، مقدما لهم التهنئة بهذا الفوز المستحق الذي يعد الثالث على التوالي ببطولة كأس أمم إفريقيا، كما يعد اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه. هذا وقد أكد مدبولي استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات الهامة، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة بالشباب المصري وجهودها نحو تعزيز الرياضة ودعمها على المستوى المحلي والقاري والدولي، مؤكدا أهمية الرياضة في تقوية وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب خاصة بين دول القارة الإفريقية. كما هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بها منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل لأولمبياد باريس 2024 والحفاظ على الريادة بالأداء البطولي لكافة اللاعبين وجهازهم الفني. شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والانتماء للدولة المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة. يأتي البحث في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والانتماء للدولة المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات ودارس الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين. وألقى اللواء أركان حرب وليد حمود عوض مدير إدارة الشؤون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير منظومة العمل المعنوي والنفسي بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أهمية البحث الذي يتناول منظورا علميا متكاملا لكافة جوانب الشخصية المصرية وصولا لأعلى مستويات الروح المعنوية وتعميق معايير الولاء والانتماء لدى الشباب المصري. شارك في أعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين في العلوم النفسية والاجتماعية، وانتهى البحث بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات من خلال رؤية معتمدة على الأسس العلمية المدروسة لتطوير الشخصية وبما يحقق المردود الإيجابي لمتطلبات المرحلة. وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مقدما الشكر لإدارة الشؤون المعنوية وكافة القائمين على إعداد البحث، مؤكدا على أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية في التخطيط والإعداد لمعالجة المشكلات، مشيدا بالجهد المبذول في البحث وأهميته لترسيخ قيم الولاء والانتماء لدعم الجهود الوطنية المخلصة وإعلاء مصلحة الوطن. واستمع القائد العام للقوات المسلحة لآراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية، معربا عن تقديره لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري.
على هامش الاحتفال بعيد الشرطة وفي إطار الاهتمام بقادرون باختلاف، شاركت وزارة الداخلية القادرون باختلاف الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تنظيم زيارة لهم إلى المتحف القومي للحضارة ووادي الفروسية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الداخلية على التفاعل والتواصل معهم ومشاركتهم كافة الاحتفالات. استمرار لاهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الهمم وتنفيذ لاستراتيجية الدولة بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، شاركت وزارة الداخلية القادرون باختلاف الاحتفال بعيد الشرطة 72، حيث نظمت زيارة لهم ولذويهم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط في إطار مبادرة كلنا واحد، زيارة هي الأولى للبعض منهم، لكنها أدخلت البهجة في نفوسهم ليس بهذه الزيارة فقط، ولكن لهذا الاهتمام بهم الذي لمسوه من الوزارة. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها. رحمة أول مرة بتزور المتحف وفرحانة جداً ومبسوطة بالأجواء اللي احنا فيها ديت. أنا أول مرة أشوف مناظر زي دي، وسيادة الضباط مهتمين بينا اهتمام كبير جدا. لولا السيسي ولولا دعمه للولاد ده ما كناش هنقدر نوصل لمكانة دي واللي هم فيه دلوقتي. بقى فيه اهتمام جامد بيهم، وبيوروهم بيودوهم رحلات لأماكن عمرهم ما شافوها، بيدولهم دعم نفسي وبيدولهم هدايا. مبسوطة قوي ان انا جيت المتحف وشفت اصحابي، واشكر الضباط جدا اللي هم ورونا البومية والحاجات دي وانا قريتها، وكان اليوم كان جميل. نشكر الرئيس السيسي على الاهتمام بالاولاد ذوي الهمم بجد، يعني هو ظهرهم والمجتمع كله بقى شايفهم. احنا متشكرين لحضرتك السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يخليك لينا يا رب. اجمل حاجه اقولها بلدي التاريخ، بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يوقف وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنة صعب اوصفها بكلام. تعرف القادرون باختلاف على مقتنيات المتحف التاريخية المعروضة وفقا لأحداث نظم العرض المتحفي، مع مشاهدة عرض مسرحي تاريخي. فليشهد الإله عرش مصر طال ولم تلوثه قطر الدماء، ودي رسالة لكل الأجيال في المحبة والسلام. الحفلة دي برضو بتبسطنا قوي وبتخلي الناس كلها تتصور معانا، وانا مبسوطة قوي ان انا في وسطيكوا. مبسوطة وجينا المتحف هنا، انا انبسطت معاهم وصورنا مع الضباط. احنا مبسوطين جدا بالرئيس بيقدمه لكل ولادنا، وهو اللي خلى ولادنا كلهم يعني بقى ليهم مكانة في الدولة يعني. شكرا لك يا رئيس، شكرا على كل حاجة اللي انت بتعملها معانا، ويا تحيا مصر. أنا الإنسان، أنا موجود. انتقلت وزارة الداخلية باحتفالاتها بالقادرون باختلاف إلى وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، حيث استمتعوا بعروض متنوعة قدمت لهم وشاهدوا مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد ورياضة الكلة. أنا بجد بجد بسود جدا وسعيد إني فخور إني اللي كل الناس بهتم بينا. اهتمام واضح في كل مكان،
كل مكان بنروحه بيبقى فيه تقدير ليهم كبير قوي. بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمبادرة كلنا واحد، وبشكر الوزارة الداخلية، وبشكر لكل ضباط الشرطة اللي دعمنا وبيسندنا. طبعا نشكر رئيسنا، ربنا يحفظ يا رب ويجعله سند لمصر ويحفظه ويحفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا ويحفظ بلدنا، اللهم امين يا رب العالمين. انا مبسوطه جدا جدا وشكرا على الرحله الجميله دي، لان فعلا انتوا بتدونا طاقه ايجابيه. النهارده يوم جميل ويوم اجمل، مبسوط جدا. رئيس عبد الفتاح السيسي يعني عمل مبادرة جامدة جدا بان هو اهتم بيهم وخلى الدولة كلها تهتم بيهم وخصوصا الشرطة. فأنا بزيارة هنا مبسوطة قوي انا واصحابي برضو تحيا مصر. كما اتيحت لهم الفرصة لركوب الخيل والاستمتاع باجواء ترفيهية. انا سعيد وفرحان وركبت حصان وبشكركم جدا جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تضمنت الاحتفالية أيضا بوادي الفروسية عروضا لكلاب الأمن والحراسة، وامتدت الاحتفالات إلى منتجع عين الحياة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط التابع لوزارة الداخلية، حيث نظمت لهم الوزارة احتفالية غنائية شهدت تفاعلا من القادرون باختلاف مع العروض المتنوعة المقدمة لهم، حيث أثنوا على ما تقدمه وزارة الداخلية وعلى هذه الاحتفالية المتنوعة. الحفلة النهاردة كانت جميلة جدا جدا ويوم ترفيه للولاد، انبسطنا فيه جدا أولياء الأمور والأولاد، ركوب الخيل والفروسية وعروض جميلة عملوها لنا وحاجات جميلة جدا، يوم فعلا ترفيه جميل جدا. شكرا وزارة الداخلية، شكرا رئيسنا الجميل المحترم عبد الفتاح السيسي. نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأولادنا وربنا يبارك فيه ويسدد خطاه بإذن الله. شيرين الباحة، بحبك قوي السيسي قوي. مش أبطال وصوت تقبل في الصخر نفوت ونهد الأعالي. وشهدت الاحتفالية توزيع هدايا عينية على القادرون باختلاف، لتؤكد احتفالات وزارة الداخلية بالقادرون باختلاف عن مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم وحجم الدعم والمساندة المستمرة لهذه الفئة على مدار العام، والتي تتوافق مع توجه الدولة نحو دعمهم وتقديم الرعاية لهم. يا رب انفعلنا يا رب. اضافتنا ان شاء الله غير نطرحهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 113 على التوالي ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في قطاع غزة. وقد استشهد وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف الاحتلال المتواصل لمنازل الفلسطينيين في دير البلح ومخيم النصيرات بوسط القطاع وفي خان يونس بالجنوب. كما استهدف القصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس ومدينة رفح بجنوب القطاع وحي الزيتون بجنوب شرق مدينة غزة. كما استهدف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هذا وأكدت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 من الإصابات. كما أكدت ارتفاع عدد ضحايا القطاع إلى 26257 شهيدا والمصابين إلى 64000 و797 منذ 7 من أكتوبر الماضي،
فضلا عن نحو 8000 مفقود تحت أنقاض المنازل المهدمة. في الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوة الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة في محور خان يونس. وأعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف دبابة عسكرية وناقلة جند وجرافة بقذائف الياسين 105 في مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أعلنت فصائل فلسطينية تمكنها من استهداف دبابة وناقلة جند أخرتين غرب مدينة خان يونس، فضلا عن تمكنها من إسقاط طائرة إسرائيلية دون طيار عقب استهدافها بصاروخ أرض جو في بيت الأحياء. في تلك الأثناء أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 من قطاع غزة، وهي إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط. وكان الجيش الإسرائيلي قد سحب في منتصف شهر يناير الجاري الفرقة 36، وهي واحدة من أصل 4 فرق عسكرية دفع بها في العدوان على غزة. كما سحب الكتيبة 13 في لواء جولاني أواخر ديسمبر الماضي، بعدما تكبدت خسائر كبيرة في معاركها مع الفصائل الفلسطينية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. ويركز جيش الاحتلال عملياته حاليا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث دفع ب7 إلى 8 ألوية تخوض معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية. أكدت الخارجية الفلسطينية أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. أضافت الخارجية الفلسطينية أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يعد تحد إسرائيلي لقرار المحكمة الدولية وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع وإجبار سكانه على نزوح القصرية. كما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، معتبرة إياها أحكاما مسبقة وعداء مبيتا يستهدف تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم. يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا برئاسة المملكة المغربية بناء على طلب فلسطين. يأتي الطلب الفلسطيني لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة التي يتحتم على إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال، يتحتم عليها التنفيذ والالتزام بها. إلى ذلك طلب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ الدول التي أعلنت وقف دعمها لوكالة الأونروا بالعودة فورا عن قرارها. وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار وقف دعم الأونروا ينطوي على مخاطر كبيرة على المستويات السياسية والإغاثية. نددت حركة حماس بالتهديدات الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إثر اتهام الحكومة الإسرائيلية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر. ودعت حركة حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وأشار كاتس إلى مزاعم إسرائيل بضلوع عدد من موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، لافتا إلى أنه سيسعى إلى حشد الدعم في هذا الإطار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية للأونروا.
أخبار التاسعة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. قوات الحوثية تشن هجوما على ناقلة نفط في خليج عدن، وواشنطن ولندن تستهدفان مواقع إطلاق صواريخ بمدينة الحديدة اليمنية. ناشدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة في السودان كافة أطراف النزاع في السودان بمنح المنظمة الفرصة لإيصال الغذاء إلى المحتاجين إليه، وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية أن البرنامج يعمل على إيصال الغذاء إلى كل مكان يستطيع الوصول إليه، حيث تم دعم 1,000,000 شخص تقريبا في دارفور عبر عمليات عابرة للحدود من تشاد. وأضافت أن البرنامج يعد جزءا من آلية أممية من عدة وكالات لتنسيق وصول المساعدات، لكنها تواجه صعوبة إيصال ونقل البضائع من منطقة إلى أخرى على الخطوط الأمامية للقتال نتيجة للنزاعات خاصة في الخرطوم وفي الجنوب. أعلن الجيش الأمريكي تدمير صاروخ مضاد للسفن كان في وضع الاستعداد للإطلاق من قبل قوات الحوثي اليمنية، مؤكدا أن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. هذا وأكدت قوات الحوثي اليمنية أن قواتها البحرية نفذت عملية استهداف ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن ما تسبب في اندلاع حريق على متنها. وذكر المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي أن قوات الحوثي استخدمت عددا من الصواريخ البحرية المناسبة وأن الإصابات كانت مباشرة. هذا وأكدت قوات الحوثي أن غارات جوية أمريكية وبريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن. أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري تبادل فريق أمني على متن ناقلة بضائع لإطلاق نار مع مسلحين على متن زورق صغير بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان. أوضحت شركة أمبري أن زورق اقترب لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان. قامت جمعية الأرمان في إطار التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع مبالغ مالية على الفتيات المقبلات على الزواج بهدف مساعدتهن والوقوف معهن في الانتقال إلى حياتهن الزوجية الجديدة. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الوقوف جنبا إلى جنب مع المواطن المصري في كافة نواحي الحياة، حيث اتخذت الجمعية من يوم السبت من كل أسبوع موعدا لتوزيع المبالغ النقدية على الفتيات من المحافظات المختلفة. في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالمواطن المصري وبالأخص أبناء محافظة الشرقية وفي مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي، جمعية الأرمان بتعمل احتفالية تيسير زواج لعدد 25 فتاة مقبلة على الزواج. سعادتك، الفتاة دي بتتقدم لينا في مكتب الأرمان بالشرقية أو من خلال وحدات التضامن الاجتماعي أو من خلال الجمعيات المشهرة. بتقدم الأوراق بتاعتها، قسيمة الزواج، الأصل وصورة منها، شهادة الوفاة بتاعت والدها، أو لو كانت يتيمة أب وأم يبقى شهادة الوفاة بتاعت الأم والأب، وبحث اجتماعي معتمد من الشؤون الاجتماعية. كل النهاردة هنودي لكل عروسة شيك 15,000 جنيه، أو يا إما شيك يا إما نقدي على طول، بحيث تشوف احتياجاتها إيه. إحنا ما بنجيبش التلاجة أو البوتاجاز، بحيث هي قادرة إيه النواقص اللي عندها. فهي بتقدم لزوج يتيمات في هذه الظروف بحيث تقدر تساعد نفسها وتقدر تصرف على نفسها وبحيث تقدر تتجوز ان شاء الله. اطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالشراكه مع مؤسسه الصديقيه للخدمات الثقافيه الاجتماعيه مبادره الاخ الاكبر بمشاركه نحو 40 متطوعا ومتطوعه من مختلف المحافظات. المبادرة تهدف لتقديم الدعم الاجتماعي والثقافي للأطفال الأيتام
من مختلف الأعمار وصقل مواهبهم الفنية والثقافية والرياضية وتطوير قدراتهم الإبداعية ضمن خطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية. وكما تعودنا بجمال العمل مع التحالف الوطني، هو بيحدد لنا أو بيضع لنا، بما أنه عنده خريطة مصر كلها وعنده الإحصائيات الكاملة للمستحقين، فكان من التوجيهات أيضا العمل في المناطق الأولى بالرعاية. لكن المناطق الأولى بالرعاية هي بتضم أطفال وكبار سن وسيدات وكل الفئات، إنما التوجه ناحية شباب مصر والعمل التنموي المستدام كان يجب ان احنا نشتغل على الاطفال من الصغير للكبير، يعني المراحل العمرية المختلفة زي ما بنشتغل على اولادنا في بيوتنا. فالتوجه لدور الايتام مين هيوجه ده؟ يعني كتر خير كل دار ان هي بتراعي وبتعامل باحسان وبتعامل برفق وكل شيء، لكن التوجه مهما كان العمل بيزيد عليهم، فكان لازم تحالف الوطن وتحالف الاهالي والمتطوعين والمجتمع في نشأ زي ده، نشأ زي ده هو الجيل الجاي. في عندنا أنشطة شغالة، في عندنا كشافة، في عندنا ملابس برضو للجديدة كلها هتتم التوزيع عليهم. والكشافة واليوم عندنا هدفين النهاردة من اليوم، هدف ترفيهي وهدف ان احنا ننمي مهاراتهم ونحاول نكتشف قدراتهم على ايه وننميها. النهاردة جايين من مبادرة الأخ الأكبر، بنشارك الاطفال معانا من دار الايتام، ان احنا بنشاركهم النهارده يوم بندخل على عليهم السعاده والفرحه وكده. احنا النهارده جايين عشان نعمل انشطه كشفيه ترفيهيه للاولاد بتوع دار الايتام. الهدف طبعا من الانشطه الكشفيه والكشافه بشكل عام هو اللعب الترفيهي اللي في الاخر بيعلم الاولاد سوفت سكيلز مهمه جدا، زي التيم وورك، زي ان احنا ازاي نحل المشاكل، ازاي نتعامل مع بعض، ازاي نتقبل الاخر، ازاي يبقى في بيننا وبين بعض تعاون. فده الهدف الاساسي اللي احنا موجودين عشانه النهارده. احنا جايبين طبعا الفريق بتاعنا، الاولاد بتوع الكشافه بتاعتنا، بتوع فريق مجموعه نقدر الكشفيه، وجايين نلعب مع الاولاد. فطبعا مجهزين لهم مجموعه كبيره يعني من الانشطه واللعب، يعني الحمد لله. جينا النهارده كمتطوعين بنحاول نسعد الاطفال الايتام في مبادره الاخ الاكبر، بنحاول ان احنا نفرحهم بتوزيع هدايا وملابس وعمل عروض وشو ترفيهي ليهم، يعني عشان النهارده اليوم يبقى. نظمت جمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية تسليم 45 كشكا على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، يأتي ذلك في إطار تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة. بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأولى الرعاية، النهاردة هنا في محافظة بني سويف في مركز أهناسيا بنسلم لأهالينا 45 مشروع كشك ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي. هنا النهاردة بنرسم فرحة، بنرسم بهجة على وجه الأسر الأولى بالرعاية. بنسلم النهاردة مشروع كشك متكامل بيوفر فرصة عمل. الكشك النهاردة هيكل الكشك فيه بضاعة، فيه ديب فريزر، إن شاء الله برضو عداد الكهرباء. مشروع متكامل بحيث إن هو يوفر فرصة عمل، يمنع احتياج الأسرة لأنها تتساعد مرة تانية. أنا استلمت كشك من جمعية الأرمال وأنا سعيدة جدا إن هم ساعدوني على حاجات كتير، ومن التحالف الوطني ساعدوني على إن أكون مصدر دخل ليا ولأولادي إن أنا أصرف عليهم. النهاردة استلمت كشك تحت رعاية التحالف الوطني من جمعية الأرمان، وإن شاء الله يكون مشروع خير عليا. وبصراحة أول ما قدمت سهلوا لنا كل الورق وكل الإمكانيات اللي تسمح لينا. استلمت كشك من جمعية الأرمان تحالف الوطني، أقدر أساعد جوزي أصرف على أولادي. افتتحت جمعية الأرمان 25 منزلاً بقرية الزرابي بمركز الفشن جنوب بني سويف، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتشطيبها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتكلفة 2.5 مليون جنيه. شملت عمليات التأهيل والتطوير تركيب أسقف وأبواب، بالإضافة إلى إدخال وصلات لمياه الشرب والكهرباء،
كما شملت عمليات التأهيل أعمال دهانات للمنازل من الداخل والخارج. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تقوم جمعية الأرمان اليوم بتسليم عدد 25 منزل إعادة تأهيل وتشطيب بقرية الزرابي مركز الفشل محافظة بني سويف. احنا النهارده جايين نسعد أهلنا ونفرحهم بتشطيب منازلهم. احنا خدنا المنازل دي عبارة عن حوائط حاملة وسقف بالبوص والجريد وأرضية من التراب. النهارده بنسلمهم شقة بالمفتاح، سقف تعريش عرق ولوح وطبقة خرسانية، ركبنا لهم باب وشباك، ركبنا لهم أسسنا كهرباء وسباكة، عملنا محارة المنزل، دهنا المنزل بالكامل. أنا بشكر جمعية الأرمان والتحالف الوطني على شغلهم الكبير في البيت. كان عندي قاعد في بيت والنطرة بتنزل عليا من فوق، والحمد لله ظبطوا البيت عندي، محارونا اشو وسيراميكا وكل حاجة. يعني بحب أشكر رئيس الجمهورية وأشكر الدولة كلها وأشكر جمعية الأرمان وأشكر التحالف الوطني. احنا كنا تعبانين والله في المطر، وكنا تعبانين في حياتنا، حياتنا ما كانش مرتبة ولا منظمة، ولا أولادي عارفين يذاكروا ولا لاقين مكان يناموا فيه ولا يستقبلوا أي حد من زمايلهم فيه والله. والحمد لله دلوقتي بقينا حياة، أنا مش عارفة عمالة أتخيل حياتنا اللي جاية هتبقى إزاي، مش عارفة أوصل لحلاوتها هتبقى إزاي. نشكر سيادة الرئيس والتحالف الوطني وجمعية الأرمان إن هم نظفوا البيت، لأن البيت ما كانش كده خالص في الأول، نظفوه. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في دورته 55 وسط إقبال حاشد من المواطنين. يأتي المعرض تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، كما تحل مملكة النرويج ضيف شرف هذه الدورة. معرض القاهرة الدولي للكتاب يواصل فعالياته في دورته 55 وسط إقبال حاشد من المواطنين، حضور لافت من الشباب والأسر الذين يتوافدون يوميا على المعرض لاقتناء الكتب والمشاركة والتفاعل مع الأنشطة الفنية والثقافية. الدنيا كويسة وفي ناس كتير بيشتروا كتب وفي ناس صغيرة بتشتري كتب. اكتساب المعرفة لم يقتصر على صلاة عرض الكتب، بل شمل أيضا قاعات المعرض التي تنوعت بين الندوات وحفلات التوقيع والفعاليات الثقافية. في معرض الكتاب هذا العام أنا بقدم كتاب عنوانه جنوب السودان شهد على ميلاد الدولة. هذا الكتاب بيوثق لتجربة انفصال جنوب السودان من واقع تجربة معايشة أنا عشتها في حدث انفصال الجنوب، وأنا كنت متواجد وقت تقرير المصير في 2011 في جنوب السودان. في هذه الزيارة وفي هذه التجربة أنا قابلت نخبة كبيرة جدا من السودان ومن شمال السودان ومن جنوب السودان وشخصيات دولية عاصرت هذا الحدث. دايما متعود أقدم قصص ساخرة وكتب ساخرة، يمكن المرة دي الموضوع شوية مختلف لأنه مرتبط بالقصص والحكايات الإنسانية اللي كانت الناس متعودة تبعتها لي من خلال الإنبوكس على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا جت فكرة اسم الكتاب انه يبقى اسمه قصص الانبوكس. بشعار نصنع المعرفة نصون الكلمة تحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، ويأتي جناح الأطفال بمجموعة من ورش الحكي والرسم. تمكنت المبادرة الرئاسية العناية بصحة الأم والجنين منذ انطلاقها وحتى اليوم من فحص 2,438,000 سيدة، وذلك تحت شعار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. تضمنت المبادرة متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل، وذلك لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود واتخاذ الإجراءات المناسبة. تأتي المبادرة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، وكذلك تشمل التطعيم ضد التتلس. ونتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال. رجائي رمزي والتفاصيل. رجائي. شكرا محمد، شكرا هبة. شاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية.
أكدت الحكومة أن أعمال إنشاء صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية تصل إلى 100,000 طن قاربت على الانتهاء. هذا وقد أشارت الحكومة أن تكلفة إنشاء الصومعة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13 مليون و 200 ألف يورو قرض من صندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد، والباقي تمويلات ذاتية من الشركات العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه مصري. تم وضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب التي تتكون من 8 خلايا بميناء غرب بورسعيد في نهاية أكتوبر للعام 2021. المشروع متكون من 8 خلايا تخزين، 4 بسعة 14,000 طن و4 بسعة 11,000 طن، ومزود ب2 شفاط على رصيف عباس بقدرة 600 طن ساعة لكل شفاط. التخزينية عندنا في الصوامع هنا 100,000 طن، متقسمة على 8 خلايا، 4 خلايا 14,000 طن، و4 خلايا 7,500 طن. احنا المشروع هنا قائم على خرسانات بلبش زي ما احنا شايفين كده، وفي انفاق تحت، واستخدمنا نظام معين في موضوع الخرسانه اللي تحت عشان خاطر نمنع تسرب المياه داخل الانفاق، لان دي كانت مشكله بتقابلنا كتير في الصوامع الموجوده قبل كده. والى اسواق البترول العالميه، حيث ارتفعت اسعار النفط محققه اعلى مستوى لها منذ نهايه نوفمبر الماضي لتسجل ثاني مكاسبها الاسبوعيه على التوالي. ارتفعت العقود الاجله لخام برنت بنسبه بلغت 1.36 في البيئه محققه 83 دولار 55 سنتا للبرميل، لتصل الى اعلى مستوى لها منذ 30 من نوفمبر. كذلك ارتفعت العقود الاجله للخام الامريكي بنسبه بلغت 0.84 في المئه، لتسجل 78 دولار وسنتا واحدا للبرميل، وذلك في اعلى مستوى له منذ 29 من نوفمبر. كذلك أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.40 في المئة، مسجلة دولارين 2.83 سنتا للتر، فيما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 5.48 في المئة، مسجلة دولارين 2.71 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن روسيا خفضت صادرات النفط والمنتجات النفطية طوعا بنحو 500,000 برميل يوميا في يناير. وأضاف نوفاك أن سوق النفط العالمية متوازنة، لافتا إلى أن صادرات بلاده النفطية إلى الهند، وهي من كبار المستوردين، تسير وفقا للمقرر. جاءت تصريحات نوفاك بعدما ذكرت تقارير أن عشرات الناقلات المحملة بنحو 10 ملايين برميل من خام سوكول الروسي علقت قبالة سواحل كوريا الجنوبية منذ أسابيع. قال ألكسندر ديوغوف الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، قال إنه لا يرى حاجة لتخفيضات إضافية في إنتاج النفط من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، ذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة بشأن سياسة الإنتاج. وأقرت أوبك بلس في نوفمبر الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا، ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تقود السعودية الخفض بنحو 1,000,000 برميل يوميا. تراجعت الأرباح الصناعية في الصين، وذلك لثاني عام على التوالي في 2023 بنحو 2.3%، وسط تراجع الطلب المحلي، مما أضاف ضغوطا على النمو الاقتصادي في ظل أزمة العقارات وأيضا المخاطر الخاصة بالإنكماش. وفقا لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، تراجعت الأرباح الصناعية بنسبة بلغت 4.4% في أول 11 شهرا من 2023. هذا وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية من عملياتها الرئيسية مستويات 20 مليون يوان في الأقل.
نهاية هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى هبة ومحمد، فإليكم. شكرا نجاي. أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار الهجومية الأربعة من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا في مهمة قتالية. وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه تم تدمير الأربع طائرات في منطقة كروفهارد. وأوضحت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الأوكرانية أن الجيش الروسي هاجم البنية التحتية المدنية في سلوفنينسك بمنطقة دونيتسك بصاروخ باليستي من طراز اسكندر، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن. قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا إن القوات الروسية قصفت 19 مدينة وقرية تابعة للمنطقة ل86 مرة خلال الساعات الماضية. وأوضح مالوشوكو أن عدة بلدات في زابوريجيا تعرضت للقصف باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق، ما أسفر عن تضرر منشآت مدنية. كشفت صحيفة التلغراف أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية في بريطانيا لأول مرة منذ 15 عاما. أشارت الصحيفة البريطانية نقلا عن مسؤولين بالبنتاغون أن الرؤوس الحربية النووية التي سيتم وضعها ستكون أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما. يشتعل الصراع بين القوى الكبرى ويدخل في مرحلة خطيرة على خلفية الصراع بين موسكو وكييف وحلفائها من دول الناتو. فلأول مرة منذ 15 عاما تخطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية في بريطانيا حسب ما كشفت وثائق للبنتاغون كشفتها صحيفة التلغراف. فبحسب الصحيفة البريطانية فإن العقود الخاصة بمنشأة جديدة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهايث تؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم وضع رؤوس حربية نووية أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما. ومن المقرر أن يتم بناء منشأة سكنية جديدة للقوات الأمريكية العاملة في الموقع في يونيو بعد أن كانت الولايات المتحدة قد أزالت الصواريخ النووية من بريطانيا في عام 2008. كشف خطير ونذير حرب باردة جديدة يأتي في أعقاب التحذيرات من أن دول الناتو بحاجة إلى إعداد مواطنيها للحرب ضد روسيا، وذلك بحسب مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الناتو والذي شدد على ضرورة أن يستعد المواطنون العاديون لحرب شاملة ضد موسكو في السنوات العشرين المقبلة. عودة الأسلحة الأمريكية إلى بريطانيا تعد جزءا من برنامج على مستوى الناتو لتطوير وتحديث المواقع النووية ردا على التوترات المتزايدة مع الكرملين، وهو الأمر الذي اعتبرته موسكو تصعيدا، متواعدة بإجراءات مضادة تعويضية قد لا يحمد عقباها. تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهزيمة قاسية أمام هيئة محلفين في منهاتن، وأمرته بدفع تعويضات قيمتها 83 مليون و300 ألف دولار إلى إي جين كارول في قضية تشهير. وأمرت هيئة المحلفين ترامب بدفع تعويضات لمكافأة بقيمة 18.3 مليون دولار وتعويضات تأديبية بقيمة 65 مليون دولار. قضت المحكمة العليا في فنزويلا بعدم أهلية زعيمة المعارضة ماريا كورينا للترشح للانتخابات هذا العام. وأدت المحكمة الحكم الصادر في حق كورينا والذي يقضي بمنعها من تولي مناصب عامة لمدة 15 عاما. كما أصدرت قرارا مماثلا في حق المرشح المحتمل هنريكي كابرلياس الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرتين، وكانت حكومة مادورو والمعارضة قد اتفقتا خلال محادثات في باردوس العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين. أعلن الجيش الفلبيني مقتل 9 عناصر إرهابية خلال اشتباكات في جنوب البلاد، من بينهم 3 يشتبه بضلوعهم في هجوم استهدف قداسا. هذا وقد ذكر مسؤولون بالجيش الفلبيني أن 4 جنود أصيبوا ونقل 2 منهم إلى المستشفى خلال الاشتباكات التي دارت في جبال قريبة من مراوي في جزيرة ميناندو. وأوضح المسؤولون أن الشرطة ما زالت تبحث عن 3 أشخاص يشتبه
بضلوعهم في هذا الهجوم. ونتحول معكم إلى متابعة لأهم وأبرز الأخبار الرياضية. معنا رجاء رمزي في هذه الوقفة. شكرا هبة، شكرا محمد. مشاهدينا، وقفتنا الثانية في هذه الجولة الإخبارية خصصناها وجولة في أخبار الكرة والملاعب. سلم رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كأس بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024 إلى المنتخب المصري الفائز بلقب البطولة. قدم رئيس مجلس الوزراء الذي شهد فعاليات ختام النسخة 26 من البطولة قدم التهنئة لفريق مصر بالفوز المستحق الذي يعد الثالث على التوالي ببطولة كأس أمم أفريقيا، كما يعد اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه. وأكد استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة على أراضيها. كان المنتخب الوطني لكرة اليد توج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 29-21 على صالة أو في صالة الصالة المغطاة بإستاد القاهرة. بهذا الفوز أحرز منتخب اليد لقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، كما حجز مكانا في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024. بأداء مبهر وسيطرة مطلقة توج المنتخب الوطني لكرة اليد بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره الجزائري بنتيجة 29-21 على أرضية الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ليحجز منتخب مصر مكانا في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024. وتوج منتخب اليد بثالث ألقابه على التوالي في بطولة أفريقيا بعد نسختي 2020 و2022 على الترتيب، ولأول مرة يتفوق المنتخب الوطني على نظيره الجزائري في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد خسارة نهائيين في عام 1987 و1989 على التوالي. وفي مباراتهما الثالثة بنهائي بطولة أفريقيا أظهر منتخب مصر سيطرة واضحة بفضل أداء كتيبة المدرب الأسباني خوان كارلوس باستور لينهي الشوط الأول متقدما بفارق 7 أهداف وبواقع 17-10، وسعى المنتخب الجزائري إلى التعادل ليقلص الفارق إلى 3 أهداف عند حدود منتصف الشوط الثاني بواقع 17-20، وعاد المنتخب الوطني الذي بدأ أفضل كثيرا من محاربي الصحراء لتوسيع الفارق، حيث أنهى المباراة متوجاً ببطولة أفريقيا والتي أقيمت في مصر للمرة الثانية على التوالي. حقق لاعب أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة حققوا إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلاتهم، حيث حققوا الميدالية الذهبية فرق في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب بدولة البحرين. كما حقق اللاعب محمد محمود ياسين الميدالية البرونزية في نفس البطولة. قد شارك 5 لاعبين من أندية المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايك ستيب ضمن تشكيل المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة بمشاركة 22 دولة في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة. هذا وقد أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضي مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسة العسكرية الرياضية. إلى المنتخب الوطني الذي اختتم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية غدا في دورة 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار. كان المنتخب الوطني قد تأهل إلى دور الثمن النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.
وفي نفس البطولة تأهل المنتخب الأنغولي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره منتخب ناميبيا بثلاثة أهداف نظيفة في دورة 16 من المسابقة المقامة في كوت ديفوار. من المقرر أن يلتقي منتخب أنغولا في دور ربع النهائي مع الفائز من لقاء نيجيريا والكاميرون. نهاية أخبارنا الرياضية، عودة مجددا إلى هبة ومحمد، فإليكم. أشكرك رجائي. أعلنت المسؤولة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بسمة الميمان ارتفاع معدل السياحة الأثرية الوافدة إلى مصر والأردن مؤخرا، ما ساهم في تعزيز التعافي السياحي في منطقة الشرق الأوسط. كما أوضحت المسؤولة أن منطقة الشرق الأوسط تواصل قيادة مستوى التعافي السياحي بين أقاليم العالم بعد جائحة كورونا، مرجحة أن تستمر وتيرة النمو في عام 2024، حيث أشارت المسؤولة إلى أن المنطقة شهدت في عام 2023 أقوى أداء بين الأقاليم العالمية مع تسجيلها نموا بنسبة 122%. الآن مع أخبار الطقس. وقفة أخيرة مع رجاء رمزي رجائي. شكرا محمد، شكرا هبة. وقفتنا الثالثة والأخيرة في هذه الجولة الإخبارية وحالة الطقس في هذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى فيها 18، الصغرى فيها 12، مائل للبرودة الإسكندرية 18-11، مطروح 18-10، بورسعيد 18-12، الإسماعيلية 19-11، أما محافظة السويس العظمى فيها 19، الصغرى فيها 11، العريش 18-10، طابة 16-12، شرم الشيخ 21-15، الغردقة 21-13، محافظة الأقصر العظمى فيها 20، الصغرى فيها 9، أسوان 22-10، الوادي الجديد 27، شلاتين 24-15، حلايب 22-16. ولأن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابع. Thank you.
ولأن مشاهدينا أترككم ولقطة اليوم. والآن نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، ويوجه بالعمل على رفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية والتأهل لأولمبياد باريس، ويشيد بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب. مع تواصل الغارات على أنحاء غزة، المقاومة تكبد قوات الاحتلال خسائر في المعدات، والأخيرة تسحب كتيبة جديدة من معارك القطاع. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم ويوسف الحسين. مساء الخير يوسف. ازيك يا هبه؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ ربطة كرافتة دي 10 على 10 بتاعت بنوك دي؟ بصمة رجائي. رجائي اللي ربط الكرافتة؟ اصل انا من الناس اللي بتحب تربط كرافتات، بس ما احبش البس كرافتات ابدا يعني. انا عارف. لكن اعرف اربط كرافتات كويس جدا. المهم انا مش هطول عليكم، خلونا نتشارك اولا بتهنئة منتخب مصر لكرة اليد. طبعا. وتأهله لأولمبياد باريس 2024، هتبقى في يوليو اظن لو انا فاكر بالمظبوط، يوليو ان شاء الله. ان شاء الله. ويرجعوا لنا بذهب كما جرت العادة. بكره المنتخب يعملها ان شاء الله، منتخب مصر تقتفل. قادر يا كريم، مفيش حاجه بعيده على ربنا. مصر كبيره قوي قوي يعني، وربنا معانا دايما. اشكرك، شكرا يا محمد وشكرا يا هبه، واستاذنكم نبدا فقراتنا.